اليوم في ضيافة شروق المعمر في 7 مونز، المكان رائع مرة حبيتي. طبعا تحت حتلاقون الجلسة، بس اللايت افكتس اللي موجودة البروجيكتورز رهيبة ما شاء الله. بسم الله، الحين صار نكسر صيامنا. تسلم، يعطيك العافية. نقطة ضعفي موجودة في كل مكان، الجيمات، يعطيك العافية. جيماتنا غير، أكيد جيمات سوبر مونز غير. ريان، المكان تحفة، يعطيك العافية. شكرا كثير، ما شاء الله عليك. خبرنا وخبر المتابعين عن هذا المشروع. هي يمكن أول فكرة يجي فيها 3D mapping على الرياض بهذه الطريقة. جربنا نعبر عن الحقب الإسلامية بطريقة فيديو مابينج، وكان في عنا قبة موجودة برا بتقدم إفطارات وسحور من مطابخ مختلفة من العالم، وبالنص في عنا الإكسبيرينس ممكن يجي فيها مجموعة صورية ستادي بيكتشر، بس بعد شوي بتتحرك ويصير في فيديو نعبر عن كل حقبة. طيب ريان، في شيء كمان راح يتعلق بكأس العالم هنا في 7 مون، صحيح؟ بالضبط، في عنا الفيز الثاني 7 مون لكأس العالم، راح يكون مشاهدات كأس العالم بكل القبب بطريقة شبه دائرية، طريقة جديدة ومختلفة، مختلفة بمشاهدات كأس العالم. الأنرجي اللي بتكون بقلب الدوم أكيد غير طبعا. رسميا متى تفتحوا؟ نحن بعد أول يوم بكأس العالم، هو اليوم الأول لأنه ما ماتش منذ 5 سنوات رح نكون فاتحين بحديقة كأس العالم اللي رح يكون اسمه. وأكيد الشريك الأساسي والدعم الأساسي لهذا المشروع هي الهيئة العامة للترفيه. يعطيهم العافية الحقيقة. كثير يعني اللي عملوه معنا واللي عملناه معهم بتصور كملنا بعضنا بطريقة كثير حلوة لنطلع بهذا المسار الرهيب. بالتوفيق دائما. ثانك يو جاي. هنا مدخل المشروع، اوكي، والاقمار السبعة موجودة في المكان. روعة ما شاء الله، عشان لو شفتوا هالمشروع تعرفوا هذا ايش بالضبط. الاقمار السبعة 7 مونز. ريان، كل هذه الرسومات سعوديين هم اللي راسمينها صح؟ بالضبط، في عنا اكثر من 10 فنانين او 12 فنانين بالفن الخط العربي السعودي من مجموعة مرساس. اشتغلوا كل هذا الشغل لايف من اول بدايه رمضان لهلا ما شاء الله عليهم، يعطيهم العافيه. ابدا هذه الالوان بتحكي، اكيد طبعا كل ما يتغير اللون فوق تبع الاضاءه غير الانعكاسات تحت. قمر مختلف عن الثاني. بالضبط، في قمر بيقدم اكل معين، الاكل شامي، في عندنا الاكل ارميني وعراقي واكل سعودي، في منهم لسحور وفي منهم لافطارات. هول الصور لازم تشوفيهم وتعمل لا عندي، كل ما امشي تتغير الصوره. بس يعني مره اشوف الملك سلمان، مره اشوف الامير محمد بن سلمان. حاطين لك مفاجاه بعد اكثر. كثير حلو. اوكي، في نظارة 3D مثل اللي نشوفها عادة بالسينمات، لما نلبسها نسكر عين، إذا فتحنا اليمين راح نشوف الأمير محمد بن سلمان، وإذا سكرنا اليمين فتحنا اليسار راح نشوف الملك سلمان الله يحفظهم يا رب. حبيت الفكرة، شفتوا الفرق هنا وهنا؟ وهنا الملك فهد الله يرحمه والملك عبد الله الله يرحمه. فيكم إذا جيتوا هنا على الأقمار السبعة تجربوا إنكم تلبسوا هذه النظارة وتشوفوا الفرق. من المؤسس الملك عبد العزيز، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد الله يرحمهم جميعا، إلين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم. هذه معمولة بخيوط ومسامير. بالضبط. راح أقرب عشان تشوفوا بشكل واضح. شفتوا كيف مسامير وعليها الخيوط عشان آخر شيء الرسمة تبين بشكل واضح. هذه الحلوة دلع وأخوها عبودي، في أحلى من كذا؟ الله يحفظهم يا رب. أنت حلوة يا دلع، أنت قمر بسم الله عليك. عبود يا حبيبي.
الأجواء هي تحضيرات أو بروفة لكأس العالم. هالطريقة الناس راح تشوف المباراة، طبعا الجهة المقابلة نفس الشيء، بس طبعا الأصوات حتكون غير أكيد، حماسية أكثر. من وسط الملعب حتنقل لايف من موسكو عشان الواحد يحس نفسه هناك بالملعب، ما ينقص شيء، ما فات شيء. شوفوا هالبنوته الحلوه، شو اسمك؟ رسيل، صح بالراء، زي اسم اختي اسيل بس بالراء. انت حلوه. إذا كنت بالرياض إن شاء الله بجي أحضر المباراة هنا، رغم أني كان ودي أحضرها. يا عمري تسلمين يا قلبي، كان ودي أركب الطيارة وأروح على موسكو، بس أسيل بتأدي الواجب وبتروح. حبيبتي الله يسلمك، أمين أجمعين. بالحقيقة كثير أحلى من التصوير، لأنه تشوفوا كل شيء 360 داير مدايركم.